عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية. استعرض الوزير محاور الخطط الأمنية التي أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات لتوفير مناخ آمن للمواطنين لممارسة حقهم الديمقراطي في الإدلاء بأصواتهم، وتابع عبر تقنية الفيديو كونفرنس استعدادات مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات، ووجه بتدعيم الخدمات الأمنية بمحيط المقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائي مع الحفاظ على المظهر الانضباطي الذي يعكس الصورة الحضارية للشرطة وجاهزيتها وما تملكه من عناصر بشرية مدربة وإمكانات لوجستية متطورة، وكذا تكثيف الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور داخل وخارج المدن وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة. ووجه الوزير بالاستعانة بعناصر الشرطة النسائية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوي الهمم مع مراعاة الأبعاد الإنسانية عند التعامل مع المواطنين، وشدد على أهمية تأمين المنشآت الهامة والحيوية، وكذا متابعة تنفيذ خطط تأمين احتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد. وكلف القيادات الأمنية بضرورة تواصل غرف العمليات الفرعية مع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة التعامل مع المستجدات، مع التواجد الفعال لهذه القيادات وسط القوات لضمان استيعابهم للمهام الموكلة إليهم. وأكد وزير الداخلية أن التحديات الأمنية الراهنة تتطلب الانضباط في الأداء وتنفيذ القانون بحسم، وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية خلال الفترة الأخيرة وما حققته من نجاحات تعكس قدرة الدولة على دحر كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد، معربا عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على مواجهة التحديات.